بكم إلى موجز الأخبار من قناة الشروق، معكم في تقديمه حمزة عثمان. تقدمت مجموعة من الجالية السودانية ببريطانيا ببلاغ للشرطة البريطانية ضد دكتور عبد الله حمدوك رئيس السيقية التقدم الذي وصل لندن، وذلك على خلفية الاتفاق الذي وقعه مع الدعم السريع في 3 يناير من العام 2024. وطلب المواطنون السودانيون الشرطة البريطانية باحتجاز دكتور عبد الله حمدوك والتحقيق معه حول دوره في جرائم الدعم السريع بحكم الاتفاق الذي وقعه معها. وتشدد الشكوى على أن التعاون مع الجماعات الإرهابية مثل الجنجويد يجب أن يعتبر جريمة بموجب القانون البريطاني والدولي. هذا وقد كان مئات من السودانيين قد تظاهروا لليوم الثاني أمام مبنى تشتام هاوس في لندن احتجاجا على زيارة رئيس تنسيقية تقدم عبد الله حمدوك ووفد مرافق له، ورفع المحتجون صورا داعمة للجيش السوداني. قال سفير السودان بمصر الفريق أول عماد الدين عدوي في لقاء مفتوح مع نقابة الصحفيين المصريين حول عودة المدارس السودانية إن المستشار الثقافي للسفارة في القاهرة قام بزيارة لعدد كبير من المدارس السودانية بمصر لمتابعة قضية جاهزيتها وفق محددات وزارة التربية والتعليم المصرية. وأكد عدوي احتماد بعض المدارس المستوفية للشروط، وسيتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم بمصر لإعطائها الترخيص. وأشار السفير إلى فتح قضية المدارس مع الحكومة المصرية في لقاء سيتم الأسبوع المقبل. أكد السفير الروسي لدى السودان أندريا جورجيفيتش أن 80% من الدعم السريع مرتزقة عرب قادمون من دول الساحل الأفريقي. وقال في حديث لوكالة روسيا ديلي أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من الصمود وتجاوز الصدمة الأولى، وأكدت أنها المؤسسة الوحيدة القادرة على بناء الدولة والحفاظ عليها. وأضاف السفير الروسي أن النزاع المسلح الحالي وحد فعليا الغالبية العظمى من السودانيين، وقد أجبر تهديدات فقدان الدولة الجميع على نسيان خلافاتهم لحين إشعار آخر. طالب بروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال مخاطبته المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية تحت رعاية وزارة الزراعة الأردنية، طالب المنظمات الدولية المشاركة في المنتدى بضرورة التدخل السريع وسرعة إسعاف الموسم الزراعي في الدول المتأثرة بالحروب والنزاعات. وأشار إلى تكبد عدة دول عربية لخسائر فادحة نتيجة للحروب، وقال إن الحرب في السودان أدت إلى تناقص المساحة المزروعة بالمحاصيل الرئيسة المطرية إلى 14 مليون فدان فقط، والقمح إلى 300 ألف فدان في العام 2024، وقدرت خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحوالي 10 مليار دولار نظرا لانعدام الأمن والاستقرار في هذا القطاع. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن تطبيع بلاده مع إسرائيل غير وارد حتى التوصل إلى حل بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، مضيفا إلى أن أمن كل المنطقة معرض للخطر إذا لم نعالج حقوق الفلسطينيين، إذا لم نجد طريقا إلى مسار يقودنا إلى دولة فلسطينية. وقال في تصريحات عبر حوار على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في شبكة CNN إن إنشاء دولة فلسطينية لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل تقبل أم لا، بل إنه مرتبط بمبادئ القانون الدولي، مضيفا إلى أن قرارات الأمم المتحدة التي أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل كانت تهدف بوضوح إلى إقامة دولة فلسطينية أيضا، لذا يتعين علينا أن نجعل ذلك يحدث. دعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الصين إلى استخدام نفوذها على روسيا وكوريا الشمالية لمنع التصعيد بعد إرسال بيونغ يانغ آلاف الجنود إلى روسيا لدعم الحرب ضد أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس إن الصين تعرف أن الولايات المتحدة تتوقع بأن تقوم بكين باستخدام ما لديها من نفوذ للعمل على كبح هذه الأنشطة. من جانبه قال ليوم جينغ يون المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان إن موقف الصين بشأن أزمة أوكرانيا متسق، أوضح حيث تسعى الصين إلى إجراء محادثات سلام وتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، هذا الموقف لا يزال دون تغيير، وستواصل الصين لعب دور بناء في هذا الصدد حسب ما قال ليو. انتهى موجز الأخبار في رعاية الرحيم.